بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب. وصلنا إلى صفحة 99 والموضوع هو في بداية الصفحة Roots of the General Cubic Equation of State. إنها معادلات الحالة شباب، دائما يقولون عادة ما يتم تحويل هاي المعادلات مات الحالة بدلالة Z، يعني شوفنا نتلاحظ هاي المعادلة حتى تكون عندك واضحة. Z يساوي، طبعا نتلاحظ هاي المعادلة هو جابها من معادلة 341 بالصفحات السابقة اللي أخذناها، ويقول تحويل هاي المعادلة 41 إلى هاي الصيغة 48 هي عن طريق أنه ال V هو ZRT على B لعوضة، فبالتالي رح يطلع يقدر يحسب Z، وأيضا يستعين أو يسوي تعريفات اثنين للدايمنشنلس كوانتيتيز هي اللي هي البيتا والQ، وتلاحظ أنها تعتمد على الثوابت اللي هي ال B وال P وال R وال T وال A لل T، معادلة 47 ومعادلة 46 هاي اللي هي أمامنا بالصورة. نتقدم اكثر بهالموضوع اللي تحدثنا عنه. عندنا ان انا من اجي اخذ هسه زت يساوي، يعني هسه انا صار هدفي الرئيسي حساب اقدر احسب زت. واحد يقول بعدين شلون احسب الفي؟ من المعادله هاي المعادله شباب، في يساوي زت ار تي على بي، هاي اوكي اذا احسب الزت مالتنا. هنا نشوف معادله عندي 48 شباب، وبالضبط حتى تكون واضحه قبل ما ندخل بالمثال 49 بعدني المعادلتين. هسه هي المعادلتين، اولا خلي في بالك تكتب يمك ملاحظه هي مشتقه من هاي المعادله، هاي رقم واحد. المعادله عندك الاولى هاي 48 نتكلم عنها، يقول طبعا هي اكو هنا عندنا ثلاث جذور، يقول وهي انه حتى ايجاد هاي الجذور يمكن ايجادها تحليليا، يعني احنا عمليه تحليليه رياضيه نجدها. ثانيا يقول لكن هو شنو هو العادة يتم احتسابها؟ يتم احتسابها عن طريق السوفت وير، كأنه برنامج يعطيك مباشرة الزد. شباب باوع على هاي المعادلة، حساب الزد ليس بالشيء السهل اليدوي على مستوى امتحان على مستوى ورقة وقلم. شوف زد يساوي لواحد زائد بيتا، هنا اكو زد وهنا زد وهنا زد، ومن تحال يطلع فعلا هي تكعيب مثل ما كان عندنا الفي. اذا انا شو اسوي لحساب هاي 48؟ اول 48 هي معادلة المن للفيبر، هاي تكتب يمك حساب الزت في حالة عندي فيبر، مثل ما معادلة 49 هي المن للليكويد، يعني هاي للفيبر هاي المعادلة وهاي المن للليكويد، هاي رقم واحد. رقم اثنين، حساب هاي الزت أنا أريد أحسب هاي الزت، لازم أحسبها بمن؟ احنا قلنا دائما بالايتريشن أو ايتريتيف بروسيجرز، يعني شنو قصدي؟ ايتريشن قلنا محاولة، وشنو يعني تكرار المحاولة مالتنا عندنا موجب خلال التكرار، يعني شنو؟ أنطي قيمة بدائية إلى زد، قيمة أولية initial value إلى زد، اللي هي في هذه المعادلة شباب 48، تركز وياي من أين أحسب الزد؟ أحسب الزد آخذ قيمتها واحد. يعني شنو واحد اخذ؟ يعني عوض هنا زت واحد، وعوض هنا زت واحد، وعوض هنا زت واحد. والبيتا والكيو حاسبها اني من ذني المعادلات، وهسه بعدين راح تختلف غير المعادلات. زين اطلع زت جديده، اذا طلعت قريبه زين احط زت جديده، احط غير الواحد، اخذ القيمه الجديده وهكذا الى ان يصير التقارب جدا قليل، فانا اقول هاي قيمه زت اللي هسه فرضتها هي حقيقيه. هاي هي اهم ملاحظه انه هي للفيبر كملاحظه اولى، وملاحظه ثانيه نبدا من زت يساوي واحد، هاي اهم خلينا نقول ملاحظتين بعد النظر انه تشتغل هي سوفت وير او ايتريشن، هاي فد شغله سهله. نجي هنا طبعا وبعد ان نحسب الزت اجي احسب من هو الفي، اما نحسب الفي شوف من هاي المعادله اللي ذكرناها ايضا سابقا، زت بالار بالتي على بي، شوف سماها زت بالفي اي جي يعني ايديال غاز، شوف هاي الكلمه ايديال غاز، لان ارتي على بي هو دائما ايديال غاز يمثل لي. المعادله اللي سووها معادله بديله ايضا بحسابات زت، اعتبروها على انه يصير هي بسط المن للكسر النهائي، طلعوا معادله 48 شبيهه يعني 49 شبيهه بال 48. هنا بال 49 تكتب هي للليكويد، وهنا مكتوب قدامك هي في حاله نستخدمها للليكويد رقم واحد، ورقم اثنين القيمة الأولية حتى طلع زد أحتاج إلى قيمة أولية أبدي منها هي شنية هنا البيتا، شوف هناك الواحد هي هنا شنو البيتا، وأيضا من أطلع زد أجي أطلع الفي عن طريق هذا الموضوع زد بالآر بالتي على بي، نفس الشيء نفس الشيء. إذا هاي للكود وأبدي بيتا، وهاي خلاصة الكلام خلاصة الخلاصة، وهاي للواحد وأبدي العفو من واحد وهي المن للفيبر، هذا الشيء نجي عليه. هسه نجي بعد اذن هاي المعادله جدا مهمه وحنستخدمها هسه بالحلول امامك، وهاي المعادله جدا مهمه. زين
يجي واحد يقول هاي المعادلة بيتا وكيو ما أشرت عليهن، ليش هسه نجي يقول أني أقدر أستخدم، ننتبه هي هنا صراحة لني مهمات، أيضا أكو بيتا وأيضا أكو كيو. يقول إذا أستخدم أني الريديوس تيمبرتشر التي آر شباب اللي هي عندنا التي على التي سي والبي آر اللي هي البي على البي سي، صح ولا هاي هنا اللي عندنا موجودات، بدل تي فتكون اني يعني اذا شنو نفس القيم تقريبا او نفس السلوك احصل عليه للزيت. فلهذا ايش راح يسوي هنا هو راح يستخدم بدلات التي ار والبي ار يستخدمها ويعوضها في معادله 46 47 47 هاي، يعني كانه يستغني عن هاي هسه عبد يستغني اللي يخليها بعد اكثر جنرال ذني. ومعادلات ايضا قبلها عندنا 44 45 حساب البي والكيو دني المعادلات. خلاصة الكلام شباب يعتمد على دني المعادلتين لحساب من هو البيتا والكيو، فالبيتا والكيو تنحسب من دني المعادلتين. يعني استاذ ما استخدم دني المعادلتين؟ لا لا تستخدم دني استعد بالمعادلتين، هاي افضل، هاي يكون عندك افضل. حتى انا قايل لك البيتا والكيو راح تعتمد حسابا على التي ار، اذا الزت ايضا راح تكون هي داله المم للتي ار والبي ار، والمعادله ناش راح تكون عندي عامه. فانت شباب في قبل ما نبدا بالمثال تخلي في بالك ثلاث او كم نقطه اللي هي هاي المعادله مهمه ولحسابها للفيبر وأبدي من زيت يساوي واحد، وهاي المعادلة مهمة وأستخدمها للليكويد وأبدي كإنيشال فاليو للزيت يبدي لي من بيتا. وبالنسبة البيتا والكيو منين نجيبهم؟ نجيبهم من هاي المعادلة بدلات التي آر والبي آر. التي آر والبي آر منين نجيبه؟ من التي أوفر تي سي والبي أوفر بي سي. بعد استاد عندنا هنا جاي نشوف احنا سيجما وعندنا ابسيلون، هنا اكو سيجما وكنا ابسيلون، منين اجيب استاد؟ عندنا اوميجا وعندنا ابسيلون، مثلا انا عفوا عندنا اوميجا وعندنا ابسيلون وعندنا الفا، هاي كل هاي من نجيبهن؟ ما ذكرتهم، لان نجيبهم من تيبل 3.1 اللي قلنا عليه بالمحاضره السابقه واللي هو هسه امامنا هذا بالضبط. هذا التيبل جدا مهم، اذا اكرر انه المهم عندي معادله 48 معادلة 49 وذني المعادلتين حتى أحلهن، والمعلوم والتي آر أوفر تي سي والبي آر هو البي أوفر بي سي، وذني المعلومات أو العفو الثوابت اللي نحتاجها أجيبها من هذا الجدول. هذا الجدول لو تنظر عليه نظره هو عبارة عن الأربع معادلات اللي قلنا عليها بالمحاضرة السابقة، الفاندرفال والريدليش كونغ والسوف والبينج روبنسون، صح ولا ذني؟ أربعتهن. شوف هاي الألفا مالتهن، وانتبه هنا هاي الألفا ذكرنا أنه تفرق عن الألف، يعني هسه من أجي أخذ الألفا للتي آر في حال فاندرفال هي واحد مباشرة واحد، بس أخذها بالمثال ريدليش كونغ هي تي آر هذا، لكن هاي لا، هاي ألفا شنو مطيني إشارة زائد، أنزل لجوه أشوفه، شوف هي هاي، إذا هي هاي علاقة مالتي كملة. وهذا نفس الشيء السيجما هنا ايضا صفر بواحد 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 زائد جذر اثنين، والابسلون كذلك، والاوميجا والابساي، وايضا حتى الزد سي اذا احتاجه. اوكي، فذني شباب اربع طرق، هسه تركز وياي جدا بالمثال لانه حيكون هو عندنا بصراحه جدا مهم للحل وللتطبيق، وبي ايضا بالنهايه واجب هم جدا مهم، يعني للطرق الاخرى اللي هو حال بطريقه واحده. شوف هنا يقول لك فيبر بريشر مال الان بيوتان هو 350 كلفن والضغط ايش قد 9.4، هاي الظروف مالته. فايند ذا مولر فوليوم يعني الفي، يعني اريد الفي ساتوريتد فيبر، في شوف فيبر ساتوريتد ليكويد، حاله ثانيه ان مال الان بيوتان ات ذيس كونديشنز از جيفن باي ذا ريدليش كونغ. شوف هنا خلي خط حد الطريقه، انت اذا السؤال يحدد لك طريقه تلتزم بالطريقه، ما عندك اي حل اخر، تلتزم بالطريقه هاي منتهي منها. اذا السؤال ما حدد طريقه فانت حر في اختيار ذني الطرق الاربعه. رجاء انا اريد اركز وياه بالمثال لانه هذا تقريبا كبدايه لحل مسائل كثيره ان شاء الله بالمستقبل. زين، انت حر في اختيار هذه الطرق الاربعه اذا ما طلب منك طريقه، وان كان الاغلب هو يطلب طريقه وايضا يقول لك قارن بالطريقه باخرى، طريقه وطريقه اخرى قارن بيناتهم. فنجي على حل هذا السؤال. شباب اخلي في بالي الحل يتضمن الخطوات التالية، اريد احسب الفي، ارجع وفيبر اول شيء احسب الزت، هذا الزت
زت بي بيتا ارجع البيتا هي هاي هاي البيتا البيتا بيها بي ار اذن هذا البي ار بي ال بي سي والتي ار والتي ار تي سي والكيو كذلك ايضا موجوده. فاني لازم هسه اول خطوه في حل المثال اول خطوه في حل المثال تروح الى ابيندكس بي تطلع منه البي سي والتي سي مالت المثال اللي هو شوفه شباب في شوف في صفحه من انا ذكرت 150 شوف هاي ان بيوتان هذا الابيندكس قصده بي خف واحد يشوفه ايضا بالكتاب عندنا موجود المنهج مالتنا هاي 650 صفحه هذا ان بيوتان شوف سقط شوف اكو اوميجا اذا احتاجها ايضا كماده زي اكو تي سي هاي شوف هاي قيمتها واكو بي سي هذا قيمته وحتى شو ذكر من قلنا الزت سي موجوده لكن انا هسه اللي يهمني بس السؤال ان ذني قيمتين بالضبط اني احتاجهن راح اشوف 425 موجوده عندي ولا و37 شوف هاي 425 وهاي 37 انت اذا طلعت التي ار والبي ار هاي شباب الطريقه تنطبق على الاربع حالات ما عندك فرق بيناتهم راح اقول لك وين الفرق طلعت التي ار والبي ار اذا استخدم يا معادله 351 هاي 351 جبتها من الصفحه اللي قبلها هاي بالضبط عندي انا موجوده شكو بيها عندي عندي نان شنو مثلا هاي ابساي والفا التي ار هاي ابساي من اجيبها وعندي اوميجا من اجيب شوف الاوميجا والابساي والالفا التي ار من اجيبها شوف المن ريدليش كونغ هاي العلاقه ارجع خطوات وهذا قدامك هو التيبل شوف راسا الفا تي ار ما خلاها للاوميجا هنا تعتمد ليش ان انا بس يا تي ار اس ناقص نصف تدخل الاوميجا بس بحاله السوف بحاله بينج روبنسون صح ولا فتجي التي ار هي اس ناقص نصف شوف مباشره عوضها شوف هاي الاوميجا شباب هاي نانا الاوميجا عندك شوف ناش عوضها عوضها عباره عن تي ار للاس ناقص صفر وهاي الابساي وهاي الاوميجا وهاي التي ار زين فاجى ابساي على هاي مين جاب الابساي ايضا يرجع يروح على السؤال على هذا وين هاي ابساي وين قيمته هاي قيمته العفو سوري هاي اوميجا هاي قيمته هاي ابساي هاي قيمته ابسلون وسيجما هاي وحده واحد وحده صفر هسه تعال شوف جاي يسوي وما يسوي هذا الشيء بالضبط ذني قيمهن عوضهن مباشره طلع الكيو والبيتا نفس الاسلوب شوف حسب البي ار والتي ار وهاي الاوميجا من الجدول شوف من هاي المعادله 53 اذا حسب الكيو حسب البيتا واذا هسه شلون عندي عندي التي سي والبي سي طلع تي ار بي ار ونبى احسب كيو وبيتا وذني الثوابت من الجدول حسب كل حاله شوف اجي على معادله 48 هو قال فيبر شوف هاي المعادله بها بيتا وبها بها ابسلون بها سيجما شوف شلون صبت شوف هاي المعادله شلون صارت هنا هاي المعادله بالضبط هسه البيتا انحسبت والكيو انحسبت كارقام شوف هاي عوض ما بها اي مشكله عنده هذا رقم هو اكتب يمه بيتا وهذا رقم هو كيو انتهت زين هسه عندك هاي الابسلون والسيجما اللي قيمه الابسلون صفر والسيجما اخذها واحد مين جابها ارجع اكثر من مره شوف على الجدول هاي السيجما قيمتها واحد هاي الابسلون صفر ليش هنا انا استاذ لان هو قال لي حل بهاي الطريقه هو جبرني احل بهاي الطريقه فصفت المعادله هاي عندك وهاي التعويضات شوف هسه هاي المعادله شباب كلكم اريدكم تنتبهون عليها هاي المعادله ننتبه عليها شوف فقط الزت مجهول ما تطلع بالطريقه الطرق التقليديه ما تنسل انه الزت يساوي كذا او هذا ما تطلع هنا احنا كحل عندنا هسه ذاك طرق عدديه نقدر نستخدمها نحلها بها سهله واحد حافظها ما مشكله بس يجي الطريقه مالتنا انه افرض اول قيمه للزت هي واحد اعوض هنا الزت واحد شباب واعوض الزت هنا واحد واعوض الزت هنا شنو واحد اطلع هاي الزت ونب ابدي هاي اطلعها جديده اعوضها هنا الى ان اطلع اني جاي اعوضها هنا انا جاي اعوضها تطلع نفسها هنا يعني مثلا اني مثلا سو مو بوينت 8 3 هنا قال الحل هو مات طبعا حاله مباشره من اجي اعوضها مثلا بوينت 8 3 واعوض هنا بوينت 8 3 وهنا بوينت 8 3 يطلع الزت تساوي بوينت 8 3 تقريبا قريبه عليها اذا انا هاي الفرضيه اللي قلت بدي ازتها لقد اذا هذا كلامي صحيح انتهت شباب فعرفت الزت مين عرفت الزت شوف عرفت الفيو بقى هنا رجعنا هذا الفي الصغير احنا نسمي هذا اللي على شنو على انه هو بحاله منو البخار هاي عندي حاله البخار هنا انا عندي كانه اوكي شباب هاي البخار هاي الحاله فحسب الزت وحسب الار الزت العفو هذا قبل عوضه والار عندي والتي عندي والضغط ها كلها عندي مات السؤال طلع هذا الحجم مات
اللي هو من 2555 سنتيمتر مكعب كوحدات تنتبه عليها لكل مول. هنا اكسبيرمنتال انت طبعا ما تعرفها او بالكتاب نزودك اياها، كعمليا قال لك هيك قيمته. شوف اكو فرق بين النظري وبين العملي. شوف فرق بي قال الساتشوريتد ليكويد، الساتشوريتد ليكويد نفس الطريقة فقط انه عندي المعادلة صارت 49 كنا للليكويد. ايضا بها بيتا وانا حسبت البيتا وعندي الكيو حسبت الكيو زين، وهاي السيجما والابسلون ايضا من الجدول صفر بواحد. شوف تطلع هاي المعادلة مات، تطلع هاي المعادلة بالضبط زين، هاي 49 هاي الصير هاي بعد ما عوضت. شوف عوض ايضا هاي البيتا اللي عوضها هو هنا عندك، وكيو شوف هاي مو كيو مضروبة ببيتا هنا، شوف هاي قيمة كيو نفس الشيء بالضبط بس اختلاف صيغة المعادلة. ايضا هنا الزيت شوف هنا موجود وهنا وهنا موجود، شو اسوي؟ اخذه هنا ما اخذه واحد، شوف هنا اكو واحد حتى واحد خاب ينسى، اكو واحد اخذه واحد، هاي حتى ما تنسى. شوف هنا اول قيمة هي بيتا، فاعوض زيت هنا نفس هاي قيمة 0.02 اعوضه اوكي، اعوض هنا واعوض هنا اطلع الزيت في حالة شنو الساتشوريتد ليكويد مالتي، يطلع للزيت كقيمه. شوف مثلا 0.04 ايضا اقول لك من هنا تعوضه 0.04 تطلع لك الزيت هنا ايش قد 0.04 تقريبا بكده، فانت حلك مضبوط. شوف اجى قال في ليكويد، شوف هنا هاي ال صغيره هنا بالضبط هاي جاي اشر لك عليها، هاي هنا في ليكويد هاي سواليها حسبه. وعمليا شوف طبعا جد الليكويد قليل مقارنه بالهاي مات واحد للمعلومات، ويجي قال لك اكسبيرمنتال فاليو هي هاي يعني معناته 115، لكن احنا كهسه ما عندنا علاقه بالاكسبيرمنتال، ما تعرف انت المطلوب منك هاي القيمه من حسبتها انت بالرياضيات او بالمعادله الرياضيه، وهاي القيمه عندنا موجوده. شباب هذا سريد منكم هو الواجب والمهم تتمرن على ذني المعادلات الاربعه. شوف ايش سوى؟ اجى قال لك مال الفي مال فيبر والفي مال من؟ مال الليكويد، هاي شوف هاي اثنيناتهم. شوف اكسبيرمنتال انت هاي مالك علاقه بها هسه كانه. مالك علاقه بيها. هاي الار كي اللي هو ريدلش كونت مالتنا احنا سويناه بالمثال، سويناه بالضبط طبقناه بالمثال. هسه شوف هاي عندك فاندر فالز وعندك هاي سوف وعندك هاي بينج روبنسون، ذني ثلاث طرق بعد. شوف طلعت ارقام قريبه طبعا نوعا ما زين، وهنا ايضا بحاله الليكويد. شو اسوي؟ مطلوب منك، المطلوب منك انه انت ذني هاي الارقام شلون حصلنا على هذا الفي؟ استر طريقه الحل شلون؟ طريقة الحل شباب تكتب يمك كم مايلي نفس ما سوينا بالمثال، أعيدها في دقيقتين ملخص. أنا البي سي والتي سي للأنبيوتان طلعت من هذا الجدول، طلعت من هذا الجدول هذا رقم واحد. أجي النوب أنا شو أسوي؟ طلعت التي سي والبي سي، شو أحتاج؟ أحتاج التي آر والبي آر أيضا. أجي بالقانون حسبت التي آر شوف والبي آر، هاي نفس بالضبط نفس الطريقة ما تفرق، نفس الطريقة حسبت التي ار والبي ار. بعدين ذني الثوابت، هاي هنا تنتبه عليها، هاي هنا تنتبه عليها الاوميجا والابساي والالفا. ليش تنتبه عليها؟ لان انت من تاخذ فاندر فالز شنو عندك؟ هاي واحد قيمته، شوف هاي تي ار ناقص نصف، هاي غير قيمة، هاي الفا وين معادلتها؟ هاي تستخدم هاي المعادلة. مين اجيب اوميجا استاذنا؟ مين اجيب الاوميجا؟ دوس هاي، هاي اوميجا، هاي الاوميجا مالته اوكي. فنحن جاي نوضح لك انه شلون نشرح المثال. فمن احل فاندر فالز الالفا للتي ار هي واحد، الار كي هي هاي هسه حليناها انتهت منها، الاس ار كي من هو؟ هاي قيمتها، هاي من هي اللي هي اقول واحد زائد هذا كله، هاي اوميجا من الجدول، اوميجا من الجدول تي ار، بس مجرد تعويض. نفس الحاله الالفا من هو؟ مال البينج روبنسون، نفس الاسلوب. من الاوميجا اعيد اكرر، هاي الاوميجا مالتي 0.2 اوكي، فتطلع عندي القيمه ما بها اي مشكله. من اجي احل فاندر فالز السيجما عندي الصفر، شوف قبلها اخذت انا واحد، هسه شو الصعد دي صفر، اذا دي معناتها تقول نفس بالضبط نفس الاسلوب، فقط ذني الثوابت شنو هي؟ التفرق عندي فقط اوميجا وابسلون وسيجما نفس الاسلوب بالضبط بالضبط يعني اوكي، نفس ما بهن اي مشكله. جيت تستخدم يعني من اجي استخدم هاي بينج روبنسون، شوف هاي هاي قيمه الاوميجا، هاي قيمه الابساي. اذا اجيت انت شوف حسبت التي ار خطوات حل تكون واضحه انه للطرق الثلاثه البقت، ولحتى هاي الطريقه جاي نستخدمها، اطلع التي سي والبي سي من الجداول، اطلع التي ار والبي ار من معادلتهم، اطلع الثوابت للطريقه اللي اريد احلها انا ذني الثوابت من الجدول 3.1، اطلع شباب الكيو
والبيتا أطلعها من معادلة 51 و50 51 و50 أطلع الكيو البيتا، أجي أستخدم للفيبر في حالة الفيبر ساتشوريتد فيبر، شوف ساتشوريتد فيبر أستخدم معادلة 48 هاي الأمامك هنا أعوض بها البيتا طلعتها هي ثابتة بيتا في المعادلتين والكيو، وأعوض هاي الأبسلون والسيجما حسب الطريقة اللي أنا جاي أحل بها فاندر بالز ريدليش كونغ بينغ السوفا مات المعادلة ذني الأربع حالات عندي أنا أعوض هنا الأبسلون وأعوض السيجما بالضبط زين راح تطلع عندي معادلة تشبه هاي أكيد باختلاف الأرقام اختلاف بسيط من اختلفت أجي أعوض قيم زد قلنا نبطي أعوض زد أول شيء واحد ونشوف إحنا شو يطلع عنا بعدين زد وأستمر طلع لي الزد الحقيقي أجي أعوض الفي أحسب الفي على أساسه فهاي شوف 2555 مال ليكويد وين أجي خلاها شوف في ليكويد العفو ديجا هاي عفو سوري للفيبر سوري هاي للفيبر 2555 اجي عوضها وين شوف هاي نان في 55 نفس الاسلوب اللي كان من جتي السوف هذا ريدليش كونغ والبينغ روبنسون من جتي والفاندر فالز من جتي نفس الاسلوب ونفس الاسلوب من اجي على ساتشوريت الليكويد لا يفرق اي شيء ابدا لا يفرق شيء عندك الزيت هاي معادلتها زين عفوا هاي معادلة 49 البيتا نفسها حسبتها ما تتغير والكيو نفسها حسبتها بداية السؤال ما تتغير يعني حتى ذكر وخلف رأي شوف بعد ما حسب بيتا وكيو خلف رأي زين تحسبها سريع تتعلم عليها تتدرب عليها حسب الكيو والبيتا نفسها حسبتها تخليها وعندك سيجما وابسلون ايضا حسب من الطريقه اللي جاي نشتغل بها من الطرق الثلاثه البقت وتطلع هاي المعادله وايضا شوف الفرضيه مال زد شلون قليله هم واحد يصير عنده فكره عن الموضوع وبعدين اطلع الفي مال الكود والوجه طلع اشوف 133 وينه شوف شباب هذا خاطر هو هنا هذا 133 موجود وايضا احنا نشوف هذا شلون عندنا الاس ار كي والبي ار والفاندر فالز ايضا شلون طلع الشباب هاي ضروري انه حد يتدرب عليه بايده على الحل حتى يصير عندك اربع معادلات اعتقد عندك اساسيه وكررناها مرارا وتكرارا اللي هي ذني مهمات هاي شباب مهمه اكرر عليها حتى لا تقول انا صار عندي يعني شلون نقول في التشويش بالفهمات الموضوع ذني مهمات وهاي مهمه وهاي ايضا مهمة. فقط لاني تحتاجهن في الحل هاي وهاي المعادله وهاي المعادله طبعا هو التي ار تي اوفر تي سي والبي ار وش تحتاج بعد تحتاج هذا الجدول بالحل والحمد لله رب